وهذه حكايتي حكيتها وبعبك خبيتها. لو البيت قريب بجيب لك زبيب، بس بيتنا بعيد. وقال لها ما هاد بيتنا يا ستي، وين بيتنا؟ قال لا، بيتنا بحيفا بفلسطين، بيتنا ورا البحر. في ليالي ما بتصدقي بكون نايمة بحس حالي كأني نايمة بالبيت هداك، ليه ما بعرف، بس أفيق بنصدم. البيت اللي بتحكي عنه عمتي المهجرة من حيفا بعمر 10 سنين هو بيتنا، بيتنا اللي ضل 70 سنة مسكر باعتباره أملاك غائبين، بس قريب يبدو رح يسكنوه هو وكل بيوت وادي الصليب بحيفا محتلين، وهدول كتير غير الناس اللي سكنت هناك بأيام البلاد واللي بنسوش ولا تفصيل منها. نحن ما كنا متعايشين معنا مع بعضنا البعض بفلسطين، كنا عايشين، مش متعايشين، عايشين. كنا نعيد أعياد مشتركة، كنا نتزاور ونتزاوج في زواج زيجات كتير مشتركة، ما كنا نفرق، ولم نقم يوما ما بالاعتداء على اليهود، لأنه اليهود أولاد عمنا بنعرفهم، هذا سليمان وهذا يوسف وهذا فلان، أولاد جيراننا بنعرفهم، ما كان في عداوة، ما كان في خصومة. الخصومة ولدت والعداوة تولدت بقدوم النازحين الأشكناز اللي يجوا من 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 أوروبا ومن من شتات العالم ليحتلوا فلسطين. نحن قاطنين كنا بحيفا وفي بيت كبير وتحته 4 محلات، واحد منهم كان ابن الدورة فاتح كوة مستأجر عنا والبيت إلنا، وواحد منهم اسماني وواحد منهم خضرة، وكان إلنا جيران مديب الشيخ وبيت غندور في الحارة مثلا. البيت جاي على سفح الكرمل وفي درج بيطلع على راس الجبل بيسموه الهدار. مرة طلعنا على السطح بتذكر، وأخوي الكبير صورنا. هالصورة واحدة من صور كتير قلال بقيت من هديك الأيام. بعدها بأكم من شهر رح تتسارع كتير الأحداث في فلسطين، والعصابات الصهيونية رح تحتل البلاد. بظرف أيام رح يتهجر من حيفا 67,000 من أصل 70,000 ساكن فيها، ورح تفضى المدينة. أمي كانت عم بتضب، كان أبوي عم تبكي، عم بتقول له قد ايه انت بدنا نرجع يعني عشان أعرف شو بدها تعمل يعني بالبيت. قال لها انه بدي اقول لك شغلي، اذا كان عيلتين بتخانقوا بدهن سنتين ليرجعوا مع بعض، ما بالك بالدول. يلا يلا فتح لنا الباب، يلا 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 روخوا يقولونا الانجليز يعني واقفين. فتنا الزحافة تستنانا، عدل الزحافة إسا المرأة اللي ابنها وقع باللي دسكت ابنها برد الصليب كانت معانا. المرأة إسا حاملي المخدة افتكرت ابنها، فتحت لقت المخدة رمت المخدة بالماء يصدب الأصويتة ترجع على الواخل وهاش ترجع، قال رجعت تنقتلي كل الجيش مالي ورد الصليب. سكان حيفا تفرقوا، كل إنسان حسب ما الله يسره طلعته، شي طلع على لبنان على صيدا، وشي طلع على سوريا، وشي طلع على الأردن وهي الكمية الكبيرة، قليل من الشعب الفلسطيني طلع على العراق. لما أجينا على حدود لبنان لقينا كيف الناس عم تمشي، الناس ماشية ومعهم أطفالهم، فأمي صارت تبكي تبكي بصوت عالي، فالمنظر بتذكره.
أنا حسيت مش كأننا جايين نصيف بالبلد، يعني إحنا جايين بإشي مش حلو كتير أبدا. أول ما وصلنا أمي وين بدها تروح؟ يعني ما إلنا بيت، إحنا في بيت خالها، بيت خالها كان بيت بقلب بستان لسه البردقان على الشجر، فأجينا نقطف بردقان، أمي ضربتنا على أيدينا قالت هذا مش إلكم، بردقانكم بحيفا. هذه الكلمة يعني إلها كتير رنت في راسي من هداك التاريخ لهذه اللحظة، صرت أكره البردقان إنه إحنا هذا مش إلنا. بس بوعي بعدين عرفت إنه هذه الجملة يعني في إلك حق ترجع على فلسطين، اسمه حق العرب. بعد فترة بسيطة رح يصير في دول جديدة اسمها إسرائيل بدل فلسطين، ورح يعرف كل اللي تهجروا إنه رجعتهم لبيوتهم أبداً مش قريبة. رح تصير المرأة الحيفاوية اللي حملت المخدة بدل ابنها واحدة من أوجع قصص النكبة واللجوء، اللي وثق الشهيد غسان كنفاني بروايته عائد إلى حيفا. في مطلع الهجرة، وكان والدي رجل مؤمن وكبير بالعمر، ويقول لي بكرة على العيد بدنا نرجع، لأنه لما هاجرنا من فلسطين كان العيد على الأبواب، أحد الأعياد، ما بعرف عيد رمضان ولا عيد الأضحى، ما مش متذكر، بس كان في عيد على وشك الحلول، وقال إنه بدنا نرجع بكرة على العيد. قلت له يا بابا عن أي عيد عم نحكي نحنا؟ نحنا عم نحكي عن العيد اللي جاي هذا بعد أسبوعين ثلاثة، بعد شهر، أو عم نحكي بعد عيد بعد كذا سنة؟ فنفر فيي وغضب علي وقال لي يا خسارة العلم اللي علمناك إياه، صرتوا تعرفوا تحكوا؟ شو إمتى بدنا نرجع أي عيد؟ هذا العيد بدنا نرجع عليه. وإجا عيد، وكان هنا كانش في كهرباء كتير بسور، كان في شركة خاصة تعطيك كهرباء، فبالعيد أعطت بالليل كهرباء، فأخوي الكبير طل قال لي ليش هنيك؟ أشر على الرشيدية، قال لي ليش هنيك ما في ضوء؟ قالت له هدول هون مخيم الفلسطينيين. قال له طيب ليش ما عندن كهرباء؟ قالت له لأخوي ما إلو وطن ما إلو عيد، وعشان هيك فيش كهرباء. طالت المدة سنة سنتين، وأنا كتير اتغلبت، أسألني طب أين نرجع حيفا؟ قالت الله أعلم. قلت له ليش يعني هو الله أعلم؟ ليش الله بيحبناش؟ بديت الأسئلة إنه ليش بعدنا هون؟ وإحنا إلنا بيت هناك، وقلتلنا البردقان مش إلكو وما قلكوش إشي وإلى آخره. يعني لما رحت على المدرسة، المدرسة خيمة، الشتاء وقعت علينا، رحت على البيت قلت لأمي أنا بديش أقعد، هاي مش مدرسة. إجت قالت لي تعال وقفي على البراندة، هذاك المخيم، هذا مخيم شعبكم بالحرف الواحد، انت الله حظك انك قاعدة في بيت له سقف، انت كان لازم تكوني عايشة زي هدول، فبدك ترجعي على الخيمة تدرسي هناك زي كل أولاد الشعب الفلسطيني. بهديك الأيام كانت حيفا عن جد مدينة عالمية أو كوزموبوليتيكية بتعبيرنا إسا، ميناها ومحطة القطارات فيها خلوها مقصد لكتار صنعوا نهضتها وحدثتها، وخصوصي من لبنان القريب. على فكرة حكاية الجرودي والمئاتي والزنتوت والحريري عندنا إياهم عيال بفلسطين، عيالنا من كثير من عائلات فلسطين اللي هي نصها لبناني والنص فلسطيني، أو نصها الفلسطيني والنص الآخر لبناني. الأشياء الثانية اللي كانت تحكيها أمي إلنا كان دايماً تقول فلسطين بلد الخير والخيرات. وحتى مرة بتسألها وحدي وأنا كنت قاعدة إنه
انت طب انت لبنانيه ليش بتقولي انا فلسطينيه؟ فقالت جمله كثير هيك لفتت نظري، انه انا عشت 13 سنه في فلسطين وهي احلى ايام عمري، فانا بنتمي للايام الحلوه عشان هيك بقول انا فلسطيني. في وطن تم احتلاله وبالتالي احنا مش قادرين نرجع له، فلذلك الفكره كانت انه نعتمد على الناس حتى نرجع هذا الوطن. الاشي الاهم من هيك يعني اللي تعلمته انا في حركه القوميين العرب، وكان محمد زياش مثال عندنا في صور، بانه ربط ما بين النضال يعني الوطني والنضال القومي، بمعنى النضال من اجل فلسطين هو النضال من اجل لبنان. يا حزن دمعك بخيط الليل عم ينسيش كفر. لجوء من البداية كان واضح قديش رح يكون طويل وقاسي وصعب، كل تفاصيله أكدت انتماء اللاجئين لفلسطين وغذت حنينهم لأيام الخير والعز فيها. الإعاشي كانت في مكان يجوا عليه كل الفلسطينيين اللي معهن كرت، اللي هو بدل كأنه كان زهر بهداك الوقت، وهي الحياة مش زهرية أبداً، فكنا نحمل هذا الكرت ونروح ونصف زينا زي كل الناس ونجيب أعشاب، يعني هي الرز هي الطحين السمنة. كنت أحس إنه إحنا مذلولين، هذا إشي ذل، إنه ليش إحنا لازم، إحنا اللي كنا غير ببلادنا هلأ جايين كأننا عم نستعطي. شو هالحياة هذه؟ بيجي العيد منلبسش أواعي جديدة، إحنا منعتمد على اللي بتعطينا إياه الأمر. بتذكر مرة واحد من اللي بيشتغلوا مع يعني بالأونروا هم عم بوزعوا الإعاشي، بقول لعما بقلبكم بيت علي خالد ما أقدركم، فأنا انقارت وكلنا يعني صافين بالدو. قلت له من دار أبوك دول لنرجع حيفا خده مخلصنا. قال لي آه بتحلمي. أنا انقارت ليش قال هيك؟ بعد نكسة 67 تفاقم الغضب وتصاعدت المقاومة، مش بس من الفلسطينيين، من كل حر اعتبر احتلال قضية تحرر وطني عالمي، وبدت مرحلة جديدة بالكفاح المسلح أبرز وجوهها هالليلة بالذات ليلى خالد. جيت على لبنان عند بيت ودي حداد، أول شيء هو سألني قال لي مستعدة تموتي؟ قلت له شو هالصورة، شو جاي تعمل لي امتحان يعني؟ إيه طبعا مستعدة تفوتي على السجن؟ قلت له طبعا، شو أنا أحسن من رفقاتي؟ ما في رفقات إلنا بالسجن. قال لي مش هذا السؤال، مستعدة تغطي طيارة؟ صرت أضحك أنا، شو قال هذا إشي مش مارق علي. قلت له أي إشي أنا مستعد. قال أوكي. فقال لي تصوري بدك تطيري فوق فلسطين. أنا قال لي هيك وطار عقلي، قلت له عن جد عم تحكي؟ طبعا مش قادر أفهم هيك. بقول بس ليش عم تضحكي؟ قلت له أنا تخيلت حاملة طيارة وعم بركض والعالم لحقتني، إيه يعني شو خطف طيارة؟ قال لي بعدين بتعرفي، كنت سعيدة جدا، عم بتحقق الحلم إنه إحنا بدنا نرجع على فلسطين، بدنا نقاتل. الجبهة الشعبية عم تعمل الإشي اللي رفعته شعارات وراء العدو في كل مكان، كان إشي رومانسي بالنسبة إلي، عم بتحقق يعني بالفعل. فإنه يعني إحنا ما بنرفع شعارات هيك، بننفذها، فكان إشي حلو كتير. طبعاً مش سائل شو بيصير فيه ولا هذا كله، ما بخطرش، ما كانش يخطر عبالي، كان بس يخطر عبالي إمتى بدي أطير فوق فلسطين. بمخيم شتيلة أنا كنت أعلم، أول شهيد فلسطيني بالكحالة. إحنا كناس كنا بنشتغل بالمدرسة، رحنا على العزا شيء طبيعي، فاتت الأم واجت لقت الناس بتبكي، طيب فاجت هي لابسة ثوب أبيض وبنتها لابسة أسود، صرخت فيها قالت لها إيش الأسود اشلحيه، بكل العالم صارت تبكي أكتر يعني
ويطلعوا فيها انه مالها ام علي، اسمها ام علي. قالت لهذا التوب الابيض للعدو، ورفعت هيك قالت لو هذا الاسود لقلبي. طلعت فينا هيك معلمات ومديره وكذا عم نبكي. قال بتعلموا اولادنا بيرجعوا فلسطين بالبكا ولا بالشهداء؟ انا كنت منظم في تلك الفتره سريا بجبهه التحرير الفلسطيني فداء ثائر عودي. احنا كفلسطينيين ثرنا وحملنا السلاح، ولكن ما اجى الهوى عسوى زي ما بقول المثل. الام العربيه خذلتنا وما قاتلنا، يعني ما قاتلت معنا كما يجب لاستعاده فلسطين. الكفاح والمقاومه لتحرير فلسطين ولا لحظه توقفوا. شعبنا دائما بدفع الثمن وبدفع دم لنرجع كلنا للارض اللي انسرقت مننا وللبيوت اللي تهجرنا منها. إسرائيل مش عارفين شو يعملوا، لا للبالونات ولا للطيارات الورقية ولا للحجارة اللي انضربت عليهم بال87، كانت مذهلة. والعالم اتعلم، يعني أنا بقول الشعب الفلسطيني أضاف بأشكال النضال غير الكفاح. الكفاح المسلح هذا الطريق، هذا الطريق اللي بوصلنا، بدونه ما بنوصل، منوصلش. حيفا أذكرها كالحلم، والله إذا الله كتب لها عمر وعدت بدي أرجع أبوس التراب الأرض وأحضن كل بيت. أحلم وأرجو وأدعو إلى الله أن ينقلني إلى تراب بيتي لأتمرغ بالتراب وأتطلع إلى شجرات الصنوبر وليأتي حاصد الأرواح ويذهب بي. يا الله شو بدي أشوف؟ بدي أشوف كتير ناس، كتير عالم، كل شيء في فلسطيني بالعالم، كل شيء في ناس، أولادهم وأحفادهم وناس من المخيمات من المدن من 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 وين ما بدك. لا أحس إنه هذا الوطن إيه إلنا، إحنا رجعنا بكثرة. الحل لهذا الصراع التاريخي هو العودة، حق العودة، مش العودة إلى فلسطين، لأنه هذا هو المفتاح اللي بضرب من المشروع الصهيوني. أنا هلأ قاعدة هيك جنب البحر عم بتخيل حيفا هناك، قريبة، قريبة كتير، ولذلك هي مش قريبة بس بوجداني، حتى قريبة بالجغرافيا، وقريبة بقول له بدنا نوصلها. ذاكرتنا ما بتمحوها ولا بتمحوها من أطفالنا ولا من أولاد أولادنا. وشو فيكوا تعملوا؟ شو فيكوا تعملوا؟ هدموا هدمتوا، تضربوا ضربتوا، ملايين استشهدوا، بالآخر في أولاد حاملين قضية. هاي القضية بدها ترجع غصب عنكم وعن كل اللي عم بحاربهم. هدي يا بحر هدي، طولنا بغيبتنا، ودي سلامي لأهلي للأرض اللي ربتنا. وعهد الله وعهد الثور ما بنسى حقك يا دار. الأسير وليد دقة بحكي عن زمن موازي للزمن برا السجن بيعيشوا الأسرة. احنا اللاجئين على فكرة أسرة زمن تعويضي لزمننا في فلسطين لولا الاحتلال. احتلال من 70 سنة بحاول يطمس أثرنا بالبلاد، بس ردنا بالذات إحنا اللاجئين نسل الذاكرة، ولبعد 70 سنة بضل موحد، بننساش فلسطين. وحكاياتنا بتخلصش غير لنتحرر ونحررها ونرجع كلنا كلنا عبيوتنا المستنية زمننا بالبيارات وبروس الجبال ورا البحر. هيدي حكايتي حكايتها وبعبك حبيتها، لو بيتي قريب جيب لك زبيب، بس بيتي بعيد. من بيتك؟ بيتي وين بفلسطين؟ بحيفا. بحيفا تروح تروح.